بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. بعد الانتهاء من عملية فاطمة بنت محمد عبد ربه أو فاطمة العورة أو فاطمة شيخة المخدمين، اختلفت التقديرات والأقوال على الغنيمة اللي أخذتها العصابة من وراء عملية مقتل فاطمة شيخة المخدمين. زوجها محمد أحمد رمضان أو رمضان النجار قال في البلاغ اللي قدمه لمدير مديرية الإسكندرية عن اختفاء زوجته فاطمة العورة واللي قدمه في 23 أكتوبر سنة 1920 بعد 3 أيام فقط من اختفائها، قال إنها كانت بتتزين بمصاغ عبارة عن 18 غويشة ذهبية وزوج من المباريم يعني الأساور ولبة يعني كردان رفيع وحلق قدر تمنهم كلهم بمبلغ 100 جنيه، بالإضافة للنقود اللي كانت معاها واللي كانت بتحملها معاها، وهم مبلغ 54 جنيه اللي كان أعطاهم لها تحتفظ له بهم معاها. وتقدير رمضان النجار لغنيمة زوجته فاطمة العورة بيقترب من تقدير سكينة للغنيمة، ولكن سكينة قالت إن بقية أفراد العصابة أخفوا عنها معظم مفردات الغنيمة وقت التقسيم، ما أظهروش منها إلا 16 غويشة ذهبية فقط وزوج المباريم، وبقية المصاغ تم إخفاؤه ومبلغ الـ 54 جنيه تم إخفائهم. قالت سكينة إن علي الصايغ اشترى منهم المصاغ بمبلغ 30 جنيه، وكمان قالت سكينة إنها حصلت على 5 جنيه فقط نصيبها من عملية أو من غنيمة فاطمة العورة شيخة المخدمين. أكدت سكينة إن بقية المصاغ اللي هم الاتنين غويشة الذهبية واللبة والحلق بالإضافة لأوراق البنك نوت المبلغ الـ 54 جنيه اللي كانت بتحملهم معاها فاطمة العورة لم يظهر لهم أثر وقت التقسيم. كان أهالي الضحايا بيبالغوا في تقدير قيمة المصاغ والنقود اللي كانت بتحملها الضحايا في بلاغاتهم، ممكن يكون ده بسبب عدم معرفتهم لمفردات المصاغ أو النقود الدقيقة للضحايا، أو لأنهم كانوا ممكن بيتخيلوا إن المبالغة دي ممكن تحفز الشرطة والبوليس للاهتمام بالبحث عن الغائبات، أو ممكن رغبة من أهالي الضحايا في طلب حقوقهم من الميراث من الضحايا أو طلب التعويض عن وفاتهم أو عن اختفائهم أو غيابهم. ولكن سكينة هي الوحيدة من بين أفراد العصابة اللي اهتمت في اعترافاتها وأقوالها بإحصاء غنائم ومفردات مصاغ الضحايا والملابس والنقود. ممكن سكينة تكون تعمدت إنها تقلل من نصيبها من غنيمة شيخة المخدمين، لأن لو كلامها وروايتها صحيحة بإن اللي شاركوا في العملية هم أربعة فقط اللي هم ريا وسكينة وحسب الله وعرابي حسان، وتم بيع المصاغ بمبلغ 30 جنيه زي ما قالت، كان المفروض يكون نصيبها 7 جنيه ونص ومش 5 جنيه. ولكن معنى إصرار سكينة على إن نصيبها من العملية هو فقط 5 جنيه، فبكده ده معناه إن أفراد العصابة الستة شاركوا في العملية بما فيهم عبد الرازق يوسف ومحمد عبد العال، أو إنهم لو حتى ما كانوش شاركوا وده طبعا اللي حصل هم فعلا ما شاركوش في العملية، فإن الباقيين احتفظوا لهم بنصيبهم من العملية. وطبعا الكلام ده غير صحيح وأنا غير مقتنع بيه تماما، ولكن ممكن يكون صحيح إنه يكون تم بيع المصاغ بمبلغ 30 جنيه فعلا زي ما سكينة قالت، ولكن اللي أنا متأكد منه إن المصاغ تم إخفاء جزء منه اللي هم عدد الاتنين غويشة الباقيين واللبة والحلق، بالإضافة إلى تم إخفاء النقود الـ 54 جنيه اللي كانت بتحملهم معاها فاطمة العورة. حسب الله وعرابي أخفوا باقي المصاغ والـ 54 جنيه وأخدوهم وقسموهم على نفسهم، ولم يظهر لهم أثر عند تقسيم الغنائم بين أفراد العصابة. كمان ضحكوا على سكينة وفهموها إنهم هيحتفظوا لمحمد عبد العال ولعبد الرازق يوسف بنصيبهم وهم ما شاركوش في العملية وما يعرفوش عنها أي شيء، وبالتالي قللوا نصيب سكينة من باقي الغنيمة من 7 جنيه ونص إلى 5 جنيهات فقط زي ما قالت سكينة، لأن المؤكد إن محمد عبد العال وعبد الرازق يوسف لم يشاركوا في العملية وما يعرفوش عنه شيء. كمان ما كانتش الأمانة أو الوفاء من الصفات اللي كان بيتمتع بيها حسب الله أو عرابي عشان يحتفظوا لهم بنصيب من عملية لم يشاركوا فيها ولم يعلموا عنها أي شيء. إذن الخلاصة والمؤكد واللي أنا مقتنع به بعد دراسة الأمر أكتر من مرة إن غنيمة شيخة المخدمين كانت عبارة عن 18 غويشة ذهبية
وزوج مباريم ولبة وحلق تمنهم حوالي 100 جنيه بالإضافة لأوراق البنكنوت المبلغ 54 جنيه أخفى عرابي حسان وحسب الله سعيد اللبة والحلق والغوشتين وال54 جنيه النقدية وأخدوهم لنفسهم وتم بيع باقي المصاغ بمبلغ 30 جنيه قسموه على 6 أنصبة أعطوا سكينة 5 جنيه فقط وأخذوا الباقي بالإضافة للي أخفوه من نقود ومصاغ يعني لم يظهر له أثر عند التقسيم. ده اللي أنا مقتنع بيه بعد تفكير دقيق في الموضوع ده، والدليل على كده سببين أو دليلين. الدليل الأول حالة الكرم غير المسبوقة اللي تعامل بيها حسب الله مع سيدة بنت سليمان قاسم لما أعطاها مبلغ 2 جنيه بعد عملية فاطمة العورة. الدليل الثاني إن حسب الله سعيد اشترى في اليوم التالي مباشرة لعملية فاطمة العورة اللي هو يوم 21 أكتوبر سنة 1920 اشترى حلق ذهب غوازي اللي أهداه لزوجته ريا واللي تم ضبطه بعد كده اشتراه بمبلغ 387 قرش، وكمان اشترى خاتم ودبلة فضة وحجر ياقوت بمبلغ 535 قرش، كمان أرسل حوالة بريدية بمبلغ 2 جنيه لشقيقه حسين سعيد مرعي على عنوانه في قرية الرقبة مركز دراو في محافظة أسوان، وتم ضبط فواتير الأشياء دي كلها في محفظة حسب الله وقت القبض عليه. معنى كده إن حسب الله في اليوم التالي من عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين في اليوم التالي ده أنفق حوالي 11 جنيه فقط في يوم واحد. معنى كده إن حسب الله مع عرابي حسان استولوا على معظم غنيمة وكنز فاطمة العورة أو فاطمة شيخة المخدمين بالإضافة لمبلغ الـ 54 جنيه اللي كانت بتحملها معاها. كمان سكينة رجعت لجلساتها مع أصدقائها في خمارة سبيرو بعد انقطاع دام عدة أيام، وانضم لصحبتها في الخمارة محمد عبد العال، ورجعت سكينة تنفق ببزخ وإسراف على الجميع مرة أخرى. خلال الفترة دي من عمليات العصابة كان انخفاض عدد منفذي العمليات أهم سبب من أسباب رفع متوسط النصيب اللي بيحصل عليه كل واحد من أفراد العصابة اللي بينفذوا العمليات. في الوقت ده كان التنفيذ بيقتصر على ريا وسكينة وحسب الله وعرابي، لأن عبد الرازق يوسف تقريبا لم يشارك في عمليات العصابة من يوم مقتل أنيسة بنت محمد رضوان أول يوليو سنة 1920. ممكن يكون ده بسبب البحث الواسع من عديلة الكحكية عن صديقتها أنيسة محمد رضوان، واللي ده أثار من شكوك حوالين عبد الرازق يوسف، وأدى ده لفتور العلاقة بين عبد الرازق وبين بقية أفراد العصابة، وبالتالي لم يشارك عبد الرازق يوسف تقريبا في عمليات بعد عملية أنيسة بنت محمد رضوان. ولكن بقية أفراد العصابة أصروا بعد كده على اتهام عبد الرازق يوسف بالمشاركة في عمليات قتل الضحايا اللي اتقتلوا خلال الشهور الأربعة التالية بعد عملية أنيسة. ولكن كان في تضارب في أقوالهم عن اشتراك عبد الرازق يوسف في العمليات دي اللي هي العمليات اللي تلت عملية أنيسة بنت محمد رضوان، والتضارب اللي تم بين أقوالهم ده شكك في أقوالهم وأثبت عدم صحتها وأثبت عدم اشتراك عبد الرازق في معظم العمليات دي بعد كده. ولكن يؤكد أن إصرارهم ده على اتهام عبد الرازق يوسف بالمشاركة في بقية عمليات القتل اللي ما شاركش فيها كانت تقريبا أو حسب ما أنا أتخيل كانت هي رغبة منهم في الثأر من عبد الرازق يوسف باعتباره وصاحب قرار ومشروع القتل من البداية. ده بالنسبة لعبد الرازق يوسف وعدم اشتراكه في معظم العمليات بعد عملية أنيسة بنت محمد رضوان. أما بخصوص محمد عبد العال كان من المنطقي أنه ما يشاركش في العمليات اللي تمت أثناء سفره لقريته موشة في أسيوط من أوائل يونيو سنة 1920 والحد رجوعه للإسكندرية مرة تانية أوائل سبتمبر سنة 1920. كمان أدى الفتور اللي لحق بعلاقته مع سكينة لعدم دعوته للمشاركة في عملية زنوبة الفرارجية اللي تمت في 3 أكتوبر سنة 1920. ومع أن محمد عبد العال كانت علاقته تحسنت بسكينة ورجع يتردد عليها في بيتها في غرفتها في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس، ولكن محمد عبد العال ما شاركش في عملية فاطمة العورة. وممكن يكون الظروف اللي حتمت قتل ودفن
فاطمة العورة في غرفة سكينة هي سبب إخفاء عملية فاطمة شيخة المخدمين عن محمد عبد العال عشان لا ينفر من الإقامة معاها والتردد عليها في غرفتها بعد ما يعرف إن تم قتل فاطمة شيخة المخدمين ودفنها في الغرفة فيرفض الإقامة معاها أو يرفض المبيت معاها فيها. ده كان بالنسبة لمحمد عبد العال. إذن دول كانوا دليلين كمان على عدم اشتراك عبد الرازق يوسف ومحمد عبد العال في عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين. هنقل لكم دلوقتي جزء مهم جدا من الحلقة، وهو نص أقوال سكينة بنت علي همام واعترافاتها بخصوص عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين. طبعا الكلام ده مش موجود في كتاب رجال ريا وسكينة. قالت سكينة إن زوج فاطمة العورة نجار على رأس الحارة اللي فيها بيت ريا، حارة علي بيك الكبير، فحصل بينه وبين حسب الله منافرة بسبب إن حسب الله كان اشترى كتاين ذهب وخواتم وكان بيلبس كويس فانتفخ على الناس وما كان يسلم على أحد ويتعارك معاهم. وفي يوم مر حسب الله على زوج فاطمة المخدمة رمضان النجار، فقال له رمضان النجار: انت فايت كده بدون ما تقول السلام عليكم ومنفوخ كده ليه؟ هم الجيران يعملوا كده؟ فقال له حسب الله: انت ايه يعني، مش نجار ومراتك مخدمة؟ فرد عليه وقال له: وانت ايه يعني، مش معرض ومراتك معرضة؟ فاتخنقوا، فقام يفكر حسب الله انه يكسر عين النجار بكونه يفعل الفحشاء مع امرأته، فأرسلتني ريا لكي استحضرها من دكانها، وفعلا شحت برقع جارتنا أم رجب واللي شحتته ريا، ولبست البرقع والملاية حتى لا يعرفني أحد، فجلست في الدكان أنتظرها فلم تحضر، فرجعت وفاطمة كانت صغيرة في السن وحلوة وسمينة وطويلة غيرش بس إنها عورة. فلما رجعت لريا وقلت لها إني لم أجدها، فقالت لي: أنت يا بنت الكلب ما تعرفيش تجيبي حاجة، روحي اقعدي في البيت لأن حسب الله وعرابي قاعدين على الإمة على القهوة، ولما نشوفوها تيجي عندك رح يجي حسب الله يكسر عينها فقط، لكن أنا كنت عارفة أنهم كانوا رايحين يموتوها. فروحت أنا على الخمارة شربت 3 كوبايات نبيز ورحت على بيتي، وكانت السيدة بنت سليمان قاعدة في منظرتها وشافتها وهي داخلة مع ريا، وكانت يومها فاطمة العورة لابسة حاجة مهولة، كانت الغوايش من معصمها لنص دراعها تقريبا، وفي ايدها التانية جوز مباريم و4 أو 5 غوايش، لكن عدد الغوايش كلها 24 غويشة. وبعد حضور ريا ودخولهم غرفة سكينة في بيت الجمال، قالت فاطمة: الأوضة دي مالها ضلمة؟ ردت ريا وقالت لها: ده بسك منك داخلة من النور. كمان حسب الله كان موجود حضر مع أعرابي، وبعد ما قعدت فاطمة قال حسب الله: جوزك بيتخانق معايا. قالت له فاطمة: انت اللي بتتعارك معاه. رد حسب الله: مدام جيتي لحد هنا ان شاء الله تحكمي على بنتي بديعة اني اذبحها لك، ولازم تتغدي معانا، قومي يا سكينة شوف لنا حاجة نتغدى. قالت سكينة: انا هروح فين دلوقتي، السمك اللي عند الجرار صغير ولا ينفعش، الاحسن نجيب بيض. وفعلا أرسلنا بديعة اشترت ب6 قروش سمنة من عند البقال، وجبت البيض من السيدة بتاعة البيض وقعدت أقليه، وكان عندي صندرة بلوبيف من بتوع الإنجليز، وريا راحت اشترت نص أوقة نبيز من عند كرياكو ورجعت، وشرب كل واحد كوباية، وطلبت مني ريا أشتري نبيز تاني، فقلت لها إن أنا سوف أعود لبيتي، فغمزت لي بعينها فهمت انها تريدني ان اخرج واسيبهم، وخرجت وقفت مع السيدة بتاعة البيض اكلمها، وبعدين رحت الخمارة رجعت الزجاجة الفاضية ورجعت، لقيت فاطمة اتقتلت وانتهت ودفنوها تحت الشباك وكانوا لسه بيردموا عليها التراب ساعة ما دخلت. وعندما سألتهم السيدة بنت سليمان عنها، ريا قالت دي طلعت لانها سكرت وطرشت وحطينا على التراش تراب، فقالت لا ما طلعتش، انا واقفة على السلالم وشايفة، فقلت لها والله طلعت. دي كانت اقوال واعترافات سكينة بنت علي همام بالنص بخصوص عملية قتل فاطمة العورة شيخة المخدمين. اما السيدة بنت سليمان قاسم زوجة محمد احمد السمني
المستأجر الأصلي للطابق الأرضي من بيت الجمال 5 حارة ماكوريس، فكانت شهادتها شهادة مهمة جدا، وكانت في المقام الأول تخص عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين. كمان كانت بتأكد الصلة بين آل همام وجرائم عصابة ريا وسكينة وعرابي حسان زي ما هنشوف في شهادتها، وكمان بتربط بين سكينة وبين سلامة محمد خضر، وأكدت العلاقة أو أكدت الفعلة الخسيسة البشعة اللي فعلها حسب الله مع جثة فاطمة شيخة المخدمين زي ما وضحنا في الحلقة اللي فاتت. أولا والأول مرة هعرض لكم ورقة التشبيه للسيدة بنت سليمان قاسم اللي تم عملها لها وقت القبض عليها في 16 نوفمبر سنة 1920 بعد اكتشاف الجثة الأولى في حجرة سكينة في بيت الجمال. وهنلاقي ورقة التشبيه دي بياناتها كالآتي زي ما احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. اسم المتهم ولقبه السيدة بنت سليمان قاسم، بكر أم متزوجة أم مطلقة أم أرملة، متزوجة، غير ملمة بالقراءة والكتابة. اسم الوالد ولقبه سليمان قاسم، اسم الجد ولقبه قاسم، اسم الزوج محمد أحمد السمني، سكنوا شارع سيدي عماد، الجنسية مصرية، الديانة مسلمة، صناعة متزوجة، العمر 35 سنة، المولد الإسكندرية، الإقامة شارع سيدي عماد اسم اللبان محافظة الإسكندرية، اسم العمدة أو شيخ الحارة سالم عبد الرحمن. العلامات المميزة على الوجه والعنق وشم نقطة بجوار الأنف ونقطة بالدقن. بقية أجزاء الجسم متوسطة القامة والجسم، أنف وفم عادة، عيون عسلية سليمة، شعر أسود على أبيض، حواجب مقرونة. مقاس أو طول قامة المتهم كانت طول قامة سيدة بنت سليمان 162 سنتي، ومقبوض عليها نمرة القضية 43 جنايات اللبان لسنة 1920. دي كانت ورقة التشبيه أو الفيش والتشبيه الخاص بالسيدة بنت سليمان قاسم وقت القبض عليها بعد اكتشاف الجثة الأولى في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس. في البداية طلبت السيدة بنت سليمان من الحارس أنه يبلغ حضرة المأمور أن عندها أقوال مهمة عايزة تقولها، فتم إخراجها من الحجز وأحضرها المأمور لوكيل النيابة اللي سألها سين: ما هي المعلومات التي لديك تريدين إبدائها؟ جيم: أنا لما رجعت من السرحة المغرب وجدت سكينة موجودة في غرفتها ومعها طليقها محمد عبد العال وزوج أختها ريا ورفيقها سلامة وخميس المنجد وواحد سايس لا أعرف اسمه وأعرف شبهه ويجلس على خمارة كرياكو، ومعهم حرمة بياعة فراخ اسمها زنوبة، وكانوا يسكرون معا، وفي الفجرية سمعت صرخة فقلت: يا سكينة يا أختي مين اللي بيصرخ عندك؟ فقالت: مفيش صريخ عندي. فأنا ما أخدتش وأعطيت ودخلت نمت، والصبح زي عادتي أخدت البيض وطلعت أسرح، ولما رجعت في العصر وجدت الحوش وسخ فكنست الحوش، ولما رحت عند المنور اللي جنب شباك سكينة لقيت خرقة متعاصة دم فوق كنيف مهجور، فقلت: يا سكينة يا أختي الخرق الدم دول منين؟ فقالت لي: دول حفاض الدم لأن كان علي العادة. وبعد كده بنص شهر رجعت يوم من السرحة المغرب وجدت زوج أخت سكينة حسب الله وخميس المنجد ومعهم واحدة عورة، وبعدين سكينة تربست عليهم الباب وخرجت، فروحت بصيت عليهم من الشباك وجدت حسب الله زوج أخت سكينة مجموع مع واحدة وهي العورة، فقلت لها: يا سكينة جوز أختك مجموع مع واحدة جوه الأوضة؟ فقالت: مفيش حد. وفي الفجرية قمت علشان أعمل زي الناس سمعت صرخة وقلت: يا سكينة يا سكينة مين اللي بيصرخ؟ فقالت: مفيش صراخ عندي. ومرة رحت أشرب من عند سكينة لقيت المرتبة بتاعتها متعاصة دم، فقلت لها: إيه ده يا سكينة؟ إيه الدم ده اللي على مرتبتك؟ فقالت: أنا كان علي الحرمانية. تمت أقوالها، وقد كلفنا حضرة عبد الغفار أفندي بتفتيش وضبط كل من خميس المنجد وشعبان العربجي. دي كانت أول أقوال للسيدة بنت سليمان قاسم. بعد كده وأمام كامل بيك عزيز القائم بأعمال رئيس نيابة الإسكندرية واللي حقق القضية قبل سليمان بيك عزت،
استدعى كامل بيك عزيز القائم بأعمال رئيس نيابة الإسكندرية السيدة بنت سليمان قاسم عشان تعيد أمام سكينة رواية خرق الدم. ومين كان معاها من الرجال؟ ده بعد في أول القضية خالص بعد اكتشاف الجثة الأولى، لما كانت سكينة بتقول إنها ما تقدرش تقتل وتدفن لوحدها، فكانوا بيثبتوا إن بيتردد عليها رجال في الغرفة. قالت السيدة بنت سليمان: رجعت من السرحة وضعت سبعة البيض في المنظرة ودخلت الحوش الجواني، فقلت مين هنا؟ ردت علي سكينة وقالت أنا سكينة في أوضتي. فنظرت ناحية أوضة سكينة وكانت مولعة فيها اللمبة، فرأيت حسب الله وسلامة محمد اللي كان رفيق سكينة، ومحمد عبد العال طليق سكينة، وخميس المنجد، وشخص لا أعرف اسمه وإنما أعرف شبهه، وكان وسطهم جميعا حرمة وأمامهم أكل ونبيز وفي إيد سكينة نبيز. فسألت عن الحرمة اللي معاهم فقالت لي إنها زنوبة بتاعة الفراخ. فأخدت بعضي وخرجت، رحت بيت أختي مباركة وسهرت عندها مقدار نص ساعة، ورجعت لغرفتي ونمت. وفي الفجر سمعت صرخة، وكانت هذه الصرخة صوت حرمة بتقول آه. فأنا ناديت يا سكينة يا سكينة، فردت علي وقالت مالك مالك ومال سكينة ومال سخامة، انت عايزة منها ايه؟ فقلت لها مين اللي صرخ عندك ده؟ انا سمعت صوت صرخة. فقالت لي مفيش عندي صراخ ولا حاجة، ده في الشارع ولا في كراكون اللبان. وبعد كده نمت ولم أخذ في بالي، وفي الصباح أخذت سبت البيض وسرحت زي عادتي، ورجعت العصر كنست الحوش الجواني، فلاحظت وجود خرق دم تحت شباك سكينة في الحوش الداخلي. فسألت سكينة عن ذلك، فقالت لي إنها خرق الحيض اللي كانت عاملاها حفاض. فقلت لها كان الأحسن ترميهم برة وتاخدهم الزبالة بدل وضعهم زينة في الحوش. فقالت لي يوه أنت ليك حاجة عندي؟ أنت واحدة ساكنة؟ فأخدت بعضي ومشيت. وتاني يوم لم يكن عندي مياه، فطلبت من سكينة شوية مياه أشرب لحد ما يجي السقة، وكنت واقفة على باب أوضتها، وكان الزير بجوار الباب، وكنبتها في بداية الباب جنب الشباك، فرأيت إن المرتبة الموجودة على الكنبة اللي بتنام عليها سكينة ملوثة بالدم. فسألتها عن هذا الدم، فقالت لي إن كان عليها الحيض ونزل الدم على الكنبة. فقلت لها يا اختي اتحفظي بدل ما تتركي الدم ينزل على المرتبة، انت مرة نتنا. وبعد شهر لقيت حسب الله ومعاهم مرة عورة، فنظرت من شباك المنور فرأيت حسب الله نايم فوق حرمة يفعل معها الفحشاء، ولاحظت وقتها ان هذه الحرمة عورة، وكانت اللمبة مولعة والدنيا نور. فانا قلت لسكينة زوج اختك معاه مرة يفعل فيها الفحشاء في اوضتك، فقالت ينعل كذا البيوت على كذا الكلب. فقلت لها أنا إذا وجدت عندك حد مرة تانية هشتكيك. ردت علي أنت ساكنة زيي وأنا بدفع فلوس زيك. ثم خرجت ورحت البيت أختي، وبعد ما سهرت هناك رجعت لأوضتي وقفلت الباب ونمت. وبعدين صحيت من النوم ورحت الحوش البراني لدورة المياه أعمل زي الناس، فسمعت صوت صرخة، فناديت على سكينة وردت علي مالك ومال سكينة، انت كل شوية تقلقينا من النوم وتقول يا سكينة. سألتها مين عندك؟ قالت مفيش حد عندي، انت كل شوية تقولي مين عندك. فرجعت أوضتي ونمت، وفي الصباح خرجت أسرح زي عادتي، وهذا كل ما رأيته، لأن من عادتي أن أسرح الصبح ولا أعود إلا العصر أو المغرب، ولا أعرف ما الذي يجري بالنهار. إنما اللي يعرف كل ده البنت عزيزة، وهي كانت مقيمة مع سكينة وعملاها زي بنتها، وسر سكينة كله معاها. سألها المحقق هل صالح وسليمان شكير متزوجين؟ أجابت سيدة وقالت صالح عجمي وزوجته في بلد العجم، وأما شكير فزوجته مقيمة في الفواحش في قم بكير. سألها المحقق وقال وكيف عرفتي أن المرأة عورة؟ قالت سيدة المرأة كانت نايمة وزوج أخت سكينة نايم فوقها، وكانت رأسهم ناحية الشباك اللي بصيت منه، فميزت إنها عورة بالعين اليمين. سين وكيف تقبل أنه يوجد زوج أختها مع أجنبية في أوضتها؟ ردت السيدة وقالت دمها يقبل كده. دي كانت نص أقوال شهاء وشهادة سيدة بنت سليمان قاسم
أمام كامل بيك عزيز القائم بأعمال رئيس نيابة الإسكندرية. وطبعا دي أقوال مهمة جدا وحكيناها بالتفصيل. في الحلقة اللي فاتت قلت لكم إن السيدة بنت سليمان مش من النوع اللي يخاف أو يشعر بالذعر أو الخجل نتيجة رؤية حسب الله وهو بيضاجع المرأة العورة زي ما قال الأستاذ صلاح عيسى في كتاب رجال ريا وسكينة. وقلت لكم إن السيدة بنت سليمان نفسها كانت بتأجر غرفتها أحيانا للبغاء السري أو للعشاء، وأقدم لكم دليل وإثبات على هذا الكلام. سأل كامل بيك عزيز سكينة وقال لها: متى سكنت في هذا البيت وهذه الغرفة؟ يقصد بيت الجمال. ردت سكينة وقالت: أول ما دخلت هذا البيت من سنة ونص سكنت في الأوضة الخشب ومكست فيها 7 شهور، وكان يسكن في تلك الغرفة التي وجدت بها الجثث حرمة اسمها ظريفة مع رفيقها وهي أهوجية، ومكست بيها 5 أشهر وطلعت راحت الإسبيتالية وماتت. سين: ما هي علاقتك بالسيدة بنت سليمان؟ ردت سكينة وقالت: إحنا شركة، حتى مرة البنت اللي اسمها عيشة حضرت مع جدع ولم يكن المفتاح معي، فقضت غرضها مع صاحبها على الحصيرة في الحوش وأخذت 0.5 ريال، وشفتها السيدة بنت سليمان فأخذت نصيبها 5 قروش تعريفة، وأنا أخذت 5 قروش تعريفة، والبنت أخذت 0.5 ريال، والبنت أخذت 0.25 ريال. سين: ما الذي كانت تفعله عندك البنت عزيزة؟ ردت سكينة وقالت: هي كانت غلبانة وعيانة بالجرب، وأنا أخذتها عندي وكانت تنام وتقوم في البيت، وأحيانا كانت تنام السيدة معانا. ده دليل على أن السيدة بنت سليمان ما كانتش من النساء الفضليات ولا حاجة، ولكنها وعلى حسب كلام سكينة كانت شريكة لها. يمكن سكينة كانت بتجعلها شريكة لها على اعتبار انها كسيدة من الاحرار تخاف تشهد على سكينة، ولكن والمؤكد ان السيدة بنت سليمان قاسم كانت بتأجر غرفتها او حوش المنزل لراغبي المتعة او للبغاء السري زي ما شفنا في كلام سكينة امام كامل بيك عزيز من واقعة عيشة اللي اجرت الحوش واعطت السيدة نصيبها مقابل الايجار. في قائمة شهود الإثبات في قضية الجناية نمرة 43 لسنة 1920 جنايات اللبان اللي هي قضية ريا وسكينة، كان ملخص شهادة السيدة بنت سليمان كانت رقم 1 في قائمة شهود الإثبات. هنقل لكم بالضبط اللي مكتوب بخصوصها: 1. السيدة بنت سليمان سنها 35 سنة، صناعتها بائعة بيض وسكنها الإسكندرية، تشهد بأنها في أحد الأيام اشترت منها سكينة المتهمة الثانية بيضا ودخلت غرفتها، فدخلت هي أيضا وراءها فرأت حسب الله سعيد المتهم الثالث ومعه شخص أعطت أوصافه، فإذا هي أوصاف عرابي حسان المتهم الخامس، وقد استخرجته من بين 8 أشخاص عرض عليها في وسطهم، وكانت معهما امرأة عورة، ثم خرج حسب الله من المنزل وعاد فأعطاها 2 جنيه وطلب منها ألا تخبر أحدا بأنها رأت معه المرأة العورة بغرفة سكينة، خوفا من أن يسمع بذلك زوجها أو زوج تلك الحرمة بذلك، وأنها متأكدة من أن تلك الحرمة لم تخرج من المنزل وأن ريا كانت موجودة معه، وأنها رأت ترابا خارج أوضة سكينة مكوما فسألت عنه فأخبروها أن الحرمة قد تقيأت فنقلت بنفسها التراب تحت السلم. ده كان ملخص شهادة السيدة بنت سليمان في قائمة شهود الإثبات بالجناية نمرة 43 لسنة 1920 جنايات اللبان اللي هي قضية ريا وسكينة. هختم لكم حلقة النهاردة بشيء مهم وشيء جديد. ايه رأيكم نشوف بديعة بنت ريا وحسب الله قالت ايه في شهادتها واعترافاتها بخصوص عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين؟ سأل المحقق بديعة بنت ريا وحسب الله وسألها وقال لها: وكيف قتلت فاطمة العورة شيخة المخدمين؟ قالت بديعة: سكينة شحتت برقع من الجيران اللي ساكنين في منزلنا فوق، قصدها على أم رجب. وطبعا ده مش حقيقي، لأن اللي شحت البرقع من أم رجب هي ريا ومش سكينة. كملت بديعة وقالت: لبسته وراحت دكان فاطمة العورة فلم تجدها. لحد هنا صحيح، ولكن بديعة أكملت وقالت: فراحت لها البيت وجدتها بتكنس وبتسخن مياه عشان تغسل وجهها،
وانا عرفت كده لان سكينة اخدتني معاها، وطبعا ده ما حصلش لان اللي راح لفاطمة العورة واحضرها من منزلها ريا ومش سكينة. اكملت بديع وقالت: ولما رحنا البيت قالت لي اطلعي اندهلها، فلم اطلع، فطلعت هي وطلعت وراها، وفاطمة عملت لسكينة قهوة ونزلت معاهم وجم على البيت، وكانوا الرجالة هناك ابويا وزوج خالتي وعرابي والجدر وعديلة. وانا لما قلت لامي شتبتني لاني رحت مع سكينة وقالت لي بكرة يسجنوك، اوعي تاني مرة تروحي مع حد، وعلشان كده لم ارجع على بيت سكينة تاني، ولا اعرف ما الذي جرى لفاطمة ولا من قتلها. طبعا بديعة هنا كانت بتكذب وبتسرد اكاذيب في الوقت ده عشان تبعد الشبهة والتهمة عن امها ريا، لان زي ما قلنا اللي ذهب لمنزل فاطمة العورة واستدرجها لبيت الجمال هي ريا ومش سكينة، وكانت اخدة بنتها بديعة معاها، استدرجتها من منزلها اللي في الشارع البرهامي. بديعة في اقوالها دي استبدلت اسم امها ريا باسم خالتها سكينة عشان تبرأ امها ريا وتجعل الشبهات والتهمة تذهب لخالتها سكينة. كمان بديعة كذبت لما قالت ان كان موجود الجدر وعديلة لان وزوج خالتها، طبعا محمد عبد العال اللي هو زوج خالتها واحمد الجدر وعديلة ما كانش حد منهم موجود في وقت قتل فاطمة العورة، ولكن زي ما قلت ان دي كانت بعض الاكاذيب من بديعة بتسردها في بداية اعترافاتها، كل همها كانت انها تبرأ امها ريا من الجناية او من التهمة. الساعة 4:30 عصرا من يوم الأربع الموافق 20 أكتوبر سنة 1920، وقبل وقت قليل من مقتل فاطمة العورة اللي كانت في الوقت ده مع أهلها همام في جلسة الصلح المزعومة في غرفة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس، في الوقت ده وصلت مساعدتها أم السعد لدكان زوجها رمضان النجار على رأس حارة علي بيك الكبير عشان تسأله عن زوجته فاطمة شيخة المخدمين. قالت أم السعد لرمضان النجار إن فاطمة غادرت الدكان الساعة 1 ظهرا، وقالت إنها هترجع بعد ساعة، ولما اتأخرت وما رجعتش الدكان لحد الوقت ده سألت عليها في البيت ما وجدتهاش، وقالوا وسمعت أو عرفت إنها غادرت المنزل من أكتر من ساعة ولكنها لم تظهر، فحضرت عشان تسأل عليها في دكان زوجها رمضان النجار في حارة علي بيك الكبير. ما قلقش رمضان النجار من كلام أم السعد أو من اختفاء ولا غياب زوجته فاطمة شيخة المخدمين إلا لما غربت شمس يوم الأربع 20 أكتوبر سنة 1920، ولم تظهر فاطمة في أي مكان. بدأ رمضان النجار يقلق، وبدأ البحث عن زوجته فاطمة بنت محمد عبد ربه أو فاطمة شيخة المخدمين. بعد 3 أيام وفي يوم السبت الموافق 23 أكتوبر سنة 1920، تقدم رمضان النجار ببلاغه الأول عن اختفاء زوجته فاطمة العورة لمدير مديرية الإسكندرية، يعني لمحافظ الإسكندرية. حرص رمضان النجار في بلاغه أنه يسجل كل اللي كانت بتتزين به زوجته فاطمة العورة من مصاغ مهول، وكمان يسجل النقود اللي كانت بتحملها معاها. أشار رمضان في بلاغه أن زوجته فاطمة لها أعداء كثيرين ممكن يفترسوها طمعا في النقود وفي المصاغ اللي كان معاها، ولكن رمضان النجار لما أدلى بأقواله التفصيلية أمام اليوزباشي إبراهيم حمدي نائب مأمور اسم شرطة اللبان اللي وحيل إليه البلاغ بعد كده، لم يشر رمضان النجار لأي من أعداء فاطمة العورة اللي قال عليهم في البلاغ بتاعه، ولكن رمضان النجار ركز كل اهتمامه على التأكيد إن النقود اللي كانت معاها اللي هي مبلغ 54 جنيه هي نقوده، وكمان أكد إنه أعطاها لها بصفة أمانة وأخد عليها وصل باستلامها للنقود. أكد كمان رمضان النجار إن هو اللي اشترى لها المصاغ اللي كانت بتتزين به من نقوده، طبعا ده مش حقيقي، هي اللي كانت اشترت مصاغها بفلوسها وبنفسها. كان رمضان النجار بيقصد من كده إنه يسجل في وثيقة رسمية حقه في إنه ينفرد بميراث زوجته فاطمة العورة، وإنه يأكد إن النقود اللي كانت معاها هي نقوده ومش نقودها، ولكن إصرار رمضان النجار ده جعل اليوزباشي إبراهيم حمدي نائب مأمور اسم شرطة اللبان
يتصور ان رمضان بيتهم زوجته فاطمة شيخة المخدمين بانها سرقت نقوده وهربت، وبالتالي اتخذ البلاغ نفس الخط التقليدي وتم التعامل مع البلاغ بنفس الطريقة التقليدية، فتم النشر عنها في قسم الغائبات في النشرة الجنائية، وحيل البلاغ للنيابة اللي أعادته مرة أخرى لإسم الشرطة لعمل التحريات الدقيقة لمعرفة أقارب الغائبة والاستعلام منهم عنها والتحري عن أسباب غيابها. هقرأ لكم نص البلاغ اللي تقدم به رمضان النجار أو محمد أحمد رمضان للإبلاغ عن اختفاء زوجته فاطمة بنت محمد عبد ربه شيخة المخدمين. قدم البلاغ زي ما قلنا لمحافظ الإسكندرية وقال فيه: حضرة صاحب السعادة محافظ الإسكندرية، مقدمه لسعادتكم محمد أحمد رمضان نجار وساكن بالشارع البرهامي. أفندم، زوجتي الذي تدعى فاطمة بنت محمد عبد ربه شيخة مخدمين وعمرها 50 سنة، المذكورة خرجت من المنزل يوم الأربع 20 أكتوبر سنة 1920 الساعة 3:30 بعد الظهر، ولغاية تاريخه لم كانت تعود، وصرنا نبحث عنها 4 أيام ولم كنا نجدها، وأخبرنا جميع الأقسام بذلك، وأن المذكورة يوجد معها نقود ملكي 54 جنيه، ولم أعلم النقود التي ملكها، ومصاغ بقيمة 100 جنيه، وهم 18 غويشة وجوز مباريم ذهب ولبة وحلق، وأوصفها طويلة القامة قمح اللون، فقد أحد أبصرها عينها اليمنى، ولبس صندل في رجلها، وملاية قريشة خيط أسود وجلبية كحل فاتح، ولذا فتم اختار سعادتكم بذلك لإجراء اللازم بعمل عنها نشرة إدارية، لأن لها أعداء كثيرين ويمكن يفترسوها طمعا في النقود والمصاغ الذي بيدها. والأمر مرفوع إليكم محمد أحمد رمضان 23 أكتوبر سنة 1920. ده البلاغ اللي قدمه رمضان النجار عن اختفاء زوجته فاطمة العورة أو فاطمة شيخة المخدمين لمحافظ الإسكندرية. في يوم 8 نوفمبر سنة 1920 أعاد اسم شرطة اللبان سؤال زوجها رمضان النجار اللي أكد أن زوجته ما رجعتش ولم تعد. وفي اليوم التالي 9 نوفمبر سنة 1920 أحيل البلاغ للجاويش أحمد البرقي البوليس السري باسم شرطة اللبان عشان يبحث عنها، ولكن أحمد البرقي لم يقم بأي مجهود في البحث عنها ولم يبحث عنها. كل اللي عمله أحمد البرقي أنه استدعى زوجها رمضان النجار وقال له أحمد البرقي أنه شاف زوجته فاطمة العورة في الوقت اللي سبق اختفائها مباشرة بتمر أمام اسم شرطة اللبان ومعها امرأة رفيعة طويلة القامة بتخفي وجهها ببرقع، وسألوا إذا كانت زوجته تعرف امرأة بالمواصفات دي ولا لا. طبعا اعتذر رمضان النجار بأن زوجته فاطمة شيخة مخدمين وبتتعامل بحكم مهنتها مع مئات من النساء يوميا وهو ما يعرفش معظمهم. وعد رمضان النجار الجويش أحمد البرقي أنه هيبحث الأمر ويرجع له بالنتيجة، ولكن رمضان النجار لم يبحث ولم يعد للجويش أحمد البرقي. طبعا الجويش أحمد البرقي لما شاف فاطمة العورة قبل اختفائها مباشرة بصحبة امرأة طويلة رفيعة بتخفي وجهها ببرقع كانت في طريقها لغرفة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس المجاور لإسم شرطة اللبان، وبسبب كده مرت من أمام إسم شرطة اللبان. كان بصحبتها المرأة الطويلة الرفيعة اللي كانت بتخفي وجهها ببرقع اللي هي ريا، اللي كانت من حسن حظها إنها أخفت وجهها ببرقع أم رجب، فلم يتعرف عليها الجويش أحمد البرقي ولم تتجه إليها شبهة أو اتهام. اتجهت شبهات الشرطة إلى أن سبب غياب فاطمة شيخة المخدمين هو خلافات زوجية، انتهت بأن فاطمة هربت وهجرت زوجها، وهربت بعد ما أخذت نقوده ومصاغها اللي زعم كذبا أن هو اللي اشتراه لها. وبكده كانت طريقة إبلاغ رمضان النجار عن اختفاء زوجته فاطمة العورة وإصراره غير المبرر على التأكيد على أن النقود ملكه والمصاغ هو اللي شاريه كان له أكبر الأثر في إهمال الشرطة للتعامل مع البلاغ بجدية أو البحث عن فاطمة شيخة المخدمين كما ينبغي.
اتجهت ظنون وشكوك رمضان النجار لنفس الاتجاه اللي كانت بتتجه له عادة شكوك وظنون أزواج الغائبات من النساء في الوقت ده. بدأ رمضان النجار يشك إن زوجته فاطمة العورة هاجرته وهربت مع راجل أغواها إنه يهرب معاها، أو إنها هربت عشان تمارس البغاء. وكان شك رمضان النجار ده نتيجة لتلميحات وأقاويل وشائعات بدأت تتردد بكده على ألسنة الناس في الحارة والحارات المجاورة. وبالتالي انشغل رمضان النجار بالبحث عن زوجته الغائبة فاطمة العورة، ولكن البحث في المكان الغلط. فبدأ يتردد على أماكن البغاء بالإسكندرية والمدن القريبة منها يبحث عنها، وأصابه نفس الحالة اللي أصابت الحاج حسين علي وفيق بعد غياب زوجته نبوية بنت جمعة الضحية الخامسة. لم يعد رمضان النجار يطيق البقاء في المنزل، كان بيغادر منزله الساعة الخامسة صباحا ويتجه لدكانه أو ورشته في شارع علي بيك الكبير. كمان قل حماسه للعمل وقل نشاطه للعمل، أهمل عمله وانفضت مجالس دكانه للمناقشة في السياسة أو قراءة الجرايد والصحف وغيره. وطبعا الشائعات اللي انطلقت على ألسنة الناس بهروب فاطمة العورة مع رجل أغواها أو العمل بالبغاء، كان مصدر الشائعات دي كلها بالتأكيد ريا بنت علي همام اللي كانت ماهرة وشاطرة جدا في تنظيم حملات الهمس والشائعات، فهي اللي أشاعت هروب فاطمة العورة مع رجل آخر، وبكده ضربت تلات عصافير بحجر واحد. أولا ريا انتقمت من تشهير رمضان النجار بيها وبزوجها، ثانيا شغلت رمضان النجار عن الربط بين مشاجرته مع حسب الله وبين غياب زوجته فاطمة شيخة المخدمين، وجعلت رمضان النجار يبحث عن زوجته في المكان الغلط. ثالثا ريا شغلت رمضان النجار عن الربط بين أوصافها هي شخصيا وأوصاف المرأة المجهولة طويلة القامة الرفيعة اللي كانت بتخفي وجهها ببرقع اللي شافها الجويش أحمد البرقي مع شيخة المخدمين بتمر أمام اسم شرطة اللبان قبل اختفائها مباشرة، لأن زي ما قلنا المرأة دي كانت هي ريا نفسها بصحبة فاطمة شيخة المخدمين لبيت الجمال 5 حارة ماكوريس في غرفة سكينة. وفعلا حققت حملات الهمس والشائعات دي برعاية ريا، حققت كل أهدافها، وسيطرت فكرة هروب فاطمة شيخة المخدمين مع رجل آخر أغواها على زوجها رمضان النجار، ولم تذهب شكوكه أبدا لريا. تظاهرت ريا بالتعاطف الشديد معاه، وحرصت ريا انها تتردد على دكان رمضان النجار تسأله وتطمن على جهوده في البحث عن زوجته، وتطمن على الغالية الغائبة، وتطمن على المدى اللي وصلت له شكوكه وشكوك الجويش احمد البرقي. كانت كمان ريا دايما بتبعث الامل والثقة في نفس رمضان النجار ان زوجته فاطمة العورة ما تزال على قيد الحياة، وإنها هترجع في يوم من الأيام، وإن اليوم ده قريب جدا. وطلب مرة رمضان النجار من ريا إنها تساعده في البحث عن زوجته الغائبة، فردت ريا بعد ما اطمنت لبعد شكوك رمضان النجار عنها وقالت له بحرارة من عيني الجوز. كانت سكينة بنت علي همام هي الوحيدة اللي انفردت في أقوالها بإن فاطمة العورة كانت بتروح مع الرجالة، لما قالت سكينة بالنص في أقوالها وكانت صغيرة في السن وحلوة وسمينة وطويلة فقط عورة، وبرضو كانت تروح مع الرجالة، حتى زنوبة بنفسها كانت تروح مع الرجالة مع انها كبيرة. وطبعا ده اعتقادي الشخصي ان ده كلام غير حقيقي ومجرد تلويث لسمعة فاطمة العورة من سكينة، لان فاطمة العورة ما كانتش محتاجة انها تروح مع الرجالة، كانت بتعمل عمل شريف وبتكسب منه كويس، وزوجها كمان كان بيعمل وبيكسب كويس، وكان مستواهم المادي مرتاح ومش محتاجين اي فلوس، فما كانتش في احتياج انها تروح مع رجالة. كمان سنها كان كبير، كانت فوق 50، فمش منطقي انها تروح مع رجالة زي مسكينة كانت بتقول، ولكن ده تلويث لسمعة المرأة بعد اختفائها او بعد قتلها. كمان في الغالب ان سكينة ساهمت بمجهود كبير في حملة الهمس والشائعات عن فاطمة شيخة المخدمين. كانت حملات الهمس والشائعات دي من أساليب العصابة الدائمة لإبعاد الشكوك عنهم، في وقت كانت الشائعات اللي بتتهم النساء بممارسة الفحشاء تجد عادة آذان مستعدة للتصديق وألسنة جاهزة للترديد،
في مجتمع مليء بالبغايا والعاملين بالبغاء ممارسة وتنظيما. دايما المجتمع ده كان عنده الرغبة في تلويث سمعة الآخرين كوسيلة للتخلص من إحساسهم بالذنب والنقص، بمعنى أن العاملين بالبغاء كانوا دايما يرغبوا أنه يتم اتهام الجميع بالعمل بالبغاء زيهم عشان ما يكونوش وحدهم وعشان ما يشعروش بالخزي أو بالعار أو بالذنب أو بالنقص. وفي النهاية كانت عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين عملية نظيفة لم تثر أي شبهات حول العصابة، ولكن وبعد أن أصبح مدفون في غرفة سكينة في بيت الجمال 3 جثث زادت مخاوف سكينة من البقاء في غرفتها. ممكن يكون إفراطها في شرب الخمر زاد من مخاوف سكينة من وجود الجثث في غرفتها. ممكن تكون أشباح الجثث 3 أم عرفات بائعة الجاز ونبوية بنت علي أو زنوبة الأهوجية وفاطمة بنت محمد عبد رب وشيخة المخدمين. ممكن تكون الأشباح دي شوشت على استمتاع سكينة بلقاءاتها مع محمد عبد العال اللي كانت بتتم فوق قبور الضحايا 3. ولكن والمؤكد ان سكينة اصرت بعد 2 يومين من مقتل فاطمة بنت محمد عبد رب وشيخة المخدمين انها تنتقل من غرفتها المدفون فيها الجثث 3 وتستبدل غرفتها بغرفة صالح العدني اللي كانت مواجهة لغرفتها. على الرغم من ان ايجارها الشهري كان ربع جنيه يعني 25 قرش ويزيد عن ايجار غرفتها اللي كان ريال ب5 قروش بسبب وجود نافذة للحجرة بتطل على الحارة، ووافق صالح العدني ووافقت السيدة بنت سليمان قاسم على الاتفاق وفعلا انتقلت سكينة لحجرة صالح العدني المواجهة لحجرتها. ولكن إقامة سكينة في غرفتها الجديدة لم تستمر، لأنه بعد 3 أيام فقط ويوم 25 أكتوبر سنة 1920 رفضت المحكمة الاستشكال اللي قدمه محمد أحمد السمني المستأجر الأصلي للطابق الأرضي ببيت الجمال 5 حارة ماكوريس، وكمان أصدرت الحكم بالحجز على منقولاته، وبكده أصبح الحكم نهائي وواجب النفاذ، واضطر هو وباقي المستأجرين بالطابق الأرضي إنهم يهربوا منقولاتهم برا البيت خوفا من الحجز على المنقولات. وفعلا قامت سكينة بمساعدة خميس المنجد وشعبان العرباجي قامت بإخراج منقولاتها من الغرفة. وضعت منقولاتها دي بوساطة من فهم الطباخ في ركن من أركان مخزن خمارة سبيرو، ومع أن الخواجة قسطنطين بيكس صاحب الخمارة لم يعترض صراحة، ولكن ضيقه اللي ظهر جعل أن شعبان العرباجي يتطوع ويقوم بتخزين المنقولات دي في دكانه. استمرت إقامة السكان ومن بينهم سكينة في بيت الجمال في انتظار محاولة أخيرة لإيقاف تنفيذ الحكم، ولكن اتفاجئ الجميع في يوم 30 أكتوبر سنة 1920 وبعد 10 أيام من مقتل فاطمة شيخة المخدمين اتفاجئوا بأحد موظفي المحكمة ومعاه 2 من جنود اسم شرطة اللبان بينقضوا عليهم في بيت الجمال، وقاموا بطردهم جميعا من البيت تنفيذا للحكم. وكان البقال اليوناني ياني ديبولو مستأجر الطابق الثاني من بيت الجمال كان غادر البيت في منتصف الشهر وانتقل للإقامة في منزل آخر، وبالتالي أغلق بيت الجمال 5 حارة ماكوريس أبوابه على الجثث 3 اللي اندفنوا في أرضيته في غرفة سكينة. جثث أم عرفات بائعة الجاز وزنوبة الأهوجية وفاطمة بنت محمد عبد ربه شيخة المخدمين. هنقل لكم دلوقتي ملخص شهادة محمد أحمد رمضان زوج فاطمة شيخة المخدمين في قائمة شهود الإثبات في الجناية رقم 43 لسنة 1920 جنايات اللبان. كان رقم محمد أحمد رمضان 30 في قائمة شهود الإثبات. محمد أحمد رمضان عمره 51 سنة، صناعته نجار، سكنه الإسكندرية. يشهد أن زوجته فاطمة المخدمة خرجت من دكانها ولم تعد وكان أعطاها في الصباح 54 جنيه، وعرفها بين الجثث التي وجدت بمنزل سكينة، وأنه في يوم العثور على أول جثة رأى حسب الله المتهم الثالث خارجا من منزله بشارع علي بيك الكبير وتحت باطه بؤجة بها هدوم وظهر منها يد قدوم، والقدوم هو الفاس الصغيرة. هنقول لكم دلوقتي جزء مهم واللي كنتوا عدتكم به الحلقة اللي فاتت
وهو بقية شهادة السيدة بنت سليمان قاسم، ولكن دي شهادتها الكاملة أمام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة العلنية لمحاكمة ريا وسكينة ورجالهم. في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو سنة 1920 الموافق 2 رمضان سنة 1339 هجريا، وتحت رئاسة المستشار أو حضرة صاحب السعادة أحمد موسى باشا، وبحضور حضرات مستر هيل وواصف سميكا بيك مستشارين، وسليمان بيك عزت رئيس النيابة العمومية، وعلي أفندي فهمي كاتب المحكمة، كانت شهادة السيدة بنت سليمان قاسم في جلسة المحاكمة أمام هيئة المحكمة الكاملة كالآتي: استحضرت السيدة بنت سليمان وعمرها 35 سنة، مولودة بالإسكندرية، بائعة بيض ومقيمة بالإسكندرية وحلفة اليمين. سين: لما وجدوا الجثث أين كنت تسكنين؟ جيم: كنت ساكنة في المنظرة اللي على الحارة في شارع ماكوريس نمرة 5 وراء تمن اللبان، وكان جوزي محمد أحمد السمني واخد الكات الأرضي وهو يحتوي على أوضة ساكنها سكينة وأوضة ساكن فيها شكير، وأنا في منظرة وفي حوش. سين: من أجر الأوضة لسكينة؟ جيم: أجرها جوزي إليها، وجاء معها سلامة الكبت وقت أن استأجرتها، ولما جت سألت على الأوضة الفاضية فقلت لها هذه هي الفاضية فأخذتها. سين: هل لفت البيت للفرجة؟ جيم: لا، هي لما جت سألت على بيت فاضي فقلت لها مفيش غير أوضة واحدة فأخذتها بريال ونص، والأوضة لها منور على الحوش فقط وهي ظلمة قليلا. سين: ومتى أحضرت عفشها للأوضة؟ جيم: في ساعتها جابت عفشها. سين: وهل حضر معها أحد، أو هل حضر معها لما أحضرت العفش سلامة الكبت؟ جيم: سلامة الكبت كان بينام عندها. سين: هل لما حضرت وسكنت سألتيها عن صناعتها؟ جيم: هي قبل المرة دي بثلاث شهور كانت ساكنة وخرجت وبعدين جت تاني مرة. سين: سلامة الكبت جاء معها في أي دفعة من الدفعتين؟ جيم: في الدفعة التانية. سين: وهل لم يحضر معها أحد خلافه؟ جيم: محمد عبد العال كان معها في الدفعة الأولى اللي مكست فيها 6 شهور، أما حسب الله كان يتردد عليها في الدفعتين. سين: هل عبد الرازق كان يحضر عندها؟ جيم: لا، أنا لم أنظره. سين: في الدفعة الأولى هل لم تلاحظي أنها تشغل البيت كرخانة؟ جيم: هي قالت لي أنها متزوجة، وأنا كنت ما بتويش في البيت، أقوم الصبح وأعود في المغرب ولم أدقق. سين: هل كانت ريا أختها بتحضر لزيارتها؟ جيم: كانت بتيجي تزورها، وكان بيجي حسب الله ومعاه واحد قصير أعرفه بالشبه ولا أعرف اسمه. عرض عليها المتهمون لتعرف القصير إن كان من بينهم، فأشارت على عرابي وقالت هذا هو وأنا لا أعرف اسمه ولكن أعرفه بالشبه فقط. سين: مجيء المذكورين عندها كان في الليل غالبا أو في النهار. جيم: حسب الله ساعات يخش عند سكينة في الليل وساعات في النهار، أما عرابي شفته ساعة ظهرية جه مرة واحدة، وذلك أني كنت أحضر صدفة فوجدته واقفا في الحوش. سين: ومحمد عبد العال كان يتردد على سكينة كثيرا؟ جيم: أيوة، كان يجي عندها مرارا ليلا ونهارا. سين: هل لم تري نسوان كانت تحضر عندها، أي عند سكينة المذكورة؟ ناخد بالنا ما من إجابة سيدة بنت سليمان، لأن هي دي شهادة سيدة بنت سليمان عن عملية فاطمة العورة شيخة المخدمين. جيم: ساعة ظهرية كان معايا 5 طرود بيض، بعت 400 وفاضل 100، وكنت واقفة في الحوش البراني، فجت سكينة من الداخل وقالت لي اعطيني بربع ريال بيض فأعطتها، وجت ريا من جوة أخدت بربع ريال بيض، وبعدين طلع حسب الله قلت له الاتنين ما دفعوش نص الريال تمن البيض، فقال خديه اهو واعطاني، ثم دخل ايضا، وبعدين طلعت بديعة بنتهم ومعها كباية احضرت فيها سمن، وعادت ودخلت، وبعدها خرج حسب الله من جوه
وأعطاني 2 جنيه. فقلت يا سكينة، جوز أختك بيعطيني الـ2 جنيه دول ليه؟ فقالت في واحدة بيحبها عاوز يجيبها هنا، ولكني لم أنظر حبيبته المذكورة ولم أرها. ثم بعد جمعة كنت عطشانة، فقلت يا سكينة اسقيني، وكنت على حرف الأوضة بتاعتها وشفت دمها على مرتبة. قالت لي إن العادة نزلت منها عليها، فقلت لها أنت مرنتنا ابقي اتحفظي. ثم مرة بصيت من المنور الزجاج جوه الأوضة، فوجدت حسب الله راكب فوق واحدة بيعمل فيها الفحشاء. فقلت يا سكينة مين اللي جوه؟ فقالت لي ده حسب الله جوه جوز أختي. سين، أنت سئلتي فقلت أنك رأيت الحرمة من الشباك فعرفت أنها عورة. جيم، ما هو لما قام حسب الله من فوقها حققت عينيها. سين، وقلت أيضا أنك مرة سمعت صرخة، فما هي؟ جيم، في الفجرية كنت طالعة أعمل زي الناس فسمعت قولت آه، وهنا مثلت الصوت، فأنا قلت يا سكينة اللي بيقول آه ده عندك؟ قالت سكينة مال سكينة ومال سخامة، ما هيش عندي. فأنا أخدت بعضي وطلعت بقى لشغلي. سين، سمعك قولت آه قبل التراب أو بعد التراب؟ جيم، قبل التراب. سين، وما هي مسألة التراب؟ جيم، كنت مرة في ساعة ظهرية بقنص فوجدت طرش ريحته خمرة في وسط الحوش الجواني، فقلت لها ايه ده يا سكينة؟ قالت لي المرة اللي كانت هنا سكرانة وطرشت، وهو طراش ما هوش تراب، فأنا عبيته ورميته في الكناسة. سين، وهل عرفتي المرأة التي طرشت وروحت؟ جيم، لا لم أعرفها. سين، هل عرفت المرأة التي كانت مع حسب الله أنها عورة؟ جيم، أهي كانت مغمضة عينيها. سين، وكيف يعثر في هذا المنزل على 3 جثث مدفونة ولا تشمين رائحة الجثث؟ جيم، أنا مشغولة في صناعتي برة ولم أشم رائحة شيء. سين، هل كنت تشمين رائحة بخورا أو حمض فنيك عندها؟ جيم، لا لم أشم. سين، لما رأيت المرأة مع حسب الله هل لم تأمر سكينة بالتعزيل؟ جيم، أمرتها، قالت أنا مستأجرة من الراجل وليس منك. سين، كم أوضة في الدور الأرضي المذكور؟ جيم، فيه 3 غير أوضتي اللي أنا فيها من برة، واحدة ساكن فيها صالح العدني، وواحدة شكير، وواحدة سكينة وأوضتي. سين، لما سكنت سكينة وتردد عليها عرابي وحسب الله ومحمد عبد العال هل لم تعرفي من أين يتعيشون؟ جيم، لا لم أعرف صناعتهم، وإنما كل ما أجي بدري بعد ما شطب كنت أجد حسب الله دايما عندها، وسألت قالوا ملوش صنعة. سين، ومحمد عبد العال؟ جيم، محمد عبد العال كان بيبات عندها، وسألتها عن صنعته قالت بيشتغل في القطن. سين، ما كانت ميزتهم في اللبس؟ جيم، عرابي كان لابس جلابية زرقاء. سين، وهل كان ظاهر على سكينة المكسب في الأيام الأخيرة؟ جيم، ما شفتش. سين، لما أرادت سكينة تسكن مين فصلك ودفع الأجرة؟ جيم، سكينة هي اللي فصلت واستأجرت. سين، لما أردت إخراجها ماذا قالت؟ جيم، قالت أنا مستأجرة من جوزك ما هيش منك. سين، الصرخة قولت آه، سمعتها مرتين أو مرة واحدة؟ جيم، سمعتها مرة واحدة. تمت أقوالها. دي كانت أقوال وشهادة السيدة بنت سليمان قاسم في جلسة المحاكمة يوم 13 مايو سنة 1920 أمام هيئة المحكمة برئاسة أحمد موسى باشا. في نفس الجلسة هنقل لكم نص شهادة محمد أحمد رمضان أو رمضان النجار زوج فاطمة شيخة المخدمين والأول مرة. واستحضر محمد أحمد رمضان عمره 51 سنة نجار مولود ومقيم بالإسكندرية حلف اليمين. سين، ما هي معلوماتك؟ جيم، أنا زوج فاطمة شيخة المخدمين، وفي يوم 20 أكتوبر كانت خرجت الساعة 3:30 بعد الظهر، ولما لم تعد رحت للبوليس قال انتظر 24 ساعة إن لم تحضر نبحث، وبعد 24 ساعة رحت للبوليس وبلغته وقدمت للمحافظ، وفضلت أبحث في الجهات يجي 30 يوم، وفي نهاية 30 يوم لما ظهرت جثة بتاعة القهوجية وهي أول جثة ظهرت
جابني البوليس وعرض علي الجثة، فلم أعرفها لأنها عظام. وبعدين لما طلعوا الاتناشر جثة والاتنين الآخرين، رحت عرفت جثة زوجتي من بين المقتولين. سين: ومن قتلها؟ جيم: رية وسكينة وحسب الله ومحمد عبد العال والفتوات دول. سين: وهل كنت حقيقة شهدت حسب الله ومعاه القدوم؟ جيم: لما بحثوا وجدوا أول جثة فات علي حسب الله الساعة 6 الصبح ومعاه بؤجة هدوم وقدوم ومسطرين باينين وعد علي، وفي هذا الوقت ما كانت ظهرت الجثث ولا جثة زوجتي. قصده أن ده حصل بعد ظهور أول جثة فقط، اللي هي جثة زنوبة القهوجية، وقبل ظهور بقية الجثث ومن بينهم جثة زوجته. سين: هل كنت أعطيت زوجتك نقود؟ جيم: 54 جنيه وأخدت عليها وصل، وكنت دايما أعطيها لأنها أمانتي. تمت أقواله. دي كانت أقوال وشهادة محمد أحمد رمضان أمام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة اللي انعقدت يوم الثلاث 10 مايو سنة 1920 لأول مرة. بكده بتنتهي قصة وحكاية الضحية الرابعة عشرة، فاطمة بنت محمد عبد ربه، أو فاطمة شيخة المخدمين، أو فاطمة العورة، إحدى الضحايا اللي اتقتلوا ظلم وغدر، وإحدى القلائل من الضحايا اللي ما كانتش بتعمل في البغاء لا السري ولا العلني ولا الرسمي ولا المرخص. سيدة محترمة كانت بتعمل عمل شريف، قتلتها العصابة بدون ذنب، سرقوا مصاغها ونقودها. لم يكتفوا بذلك، ولكن فعل حسب الله فعلته الخسيسة البشعة مع جثتها. لم يكتفي حسب الله المجرم الأكبر بسرقة نقودها ومصاغها وحياتها، ولكنه سرق ولوث شرفها وهي جثة بعد قتلها. كمان الخبيثتان ريا وسكينة قاموا بتشويه سمعتها وسمعة شرفها بعد قتلها، لما أشاعوا الشائعات إنها هربت مع راجل أو إنها خرجت للعمل بالبغاء. رحم الله فاطمة بنت محمد عبد ربه شيخة المخدمين، ورحم الله جميع الضحايا. أتمنى إن عملي المتواضع ده ينال على رضاكم، وأتمنى إن أشوف رأيكم في التعليقات. دمتم بكل الخير، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.